عندي فيلم قديم. اي يعني هو فيلم هندي مع يعني معروف هو فيلم هندي بعد يعني اللي هو تصفيط وهاي السوالف يعني. اي من طول السالفه يقول هاي فيلم هندي او كل شيء يعني. فيلم هندي من واحد يحكي لك سالفه ويطول بيها يظل يمتمت يقول لها سالفته فيلم هندي. هي ما ادري شو اسمها والله نسيت اسمها، فكانوا يطلعون افلام هنديه فيجي البطل يتعارك ويا البطله وبعدين البطله تطلع قلايبه وما ادري شنو، والقصه من اولها لاخرها، فيطلع يحكي نقعد بالقهوه نلعب دون ما ادري شنو، يا بدي العب خو ما هذا فيلم هندي، ومشت شلون فيلم هندي كله ورقوس كله زين.